نهاية ذهاب لم تكن في مستوى تطلعات جماهير الحسيمة بالنظر إلى انطلاقة الفريق الجيدة بعد أن كان شبحا مخيفا بميدانه، ها هو اليوم يحصد الهزيمة الثانية أمام جماهيرها. وانطلقت المباراة انطلاقة سريعة بعدما بكر شباب ريف الحسيمي بالتهديف من خلال مرتد هجومي خاطف قاده كل من أغنون سيمان وعبد الصمد المباركي الذي تمكن من تسجيل الهدف الأول. بعدها سيسعى المغرب الفاسي لإدراك التعادل من خلال هجمات منظمة، غير أن كوروما يقطع هذه المحاولة. بعدها ستنحصر المواجهة في ملعب شباب الريف الحسيمي بهجمات المغرب الفاسي، إذ فاجأ اللاعب عبد الهادي حلحول الحارس نور الدين بالقميري بهذه الكرة. الجماهير لم تكتفي بالتشجيع فوق الأرض، والمغرب الفاسي استمر في بحثه عن تعديل الكفة في غياب التركيز التام. أبناء الحسيمة فضلوا خيار التسديد من بعيد وبالتالي تضييع فرصة صناعة هجمات بشكل سلس وسريع. أنس الزنيتي وكما عودنا شكل رجل المباراة بامتياز، وخلال الدقيقة 39 ستتوقف المباراة دقائق لمغادرة الحكم المساعد بداعي الإصابة وتعويضه بالحكم الرابع سمير الممني. ولأن مصائب قوم عند قوم فوائد، فإن الست دقائق التي أضيفت كوقت بدل ضائع استغلها بنجاح المغرب الفاسي لمعادلة الكفة عن طريق اللاعب عبد الهادي حلحول لينتهي الشوط الأول بالتعادل هدف لكل فريق. الشوط الثاني لم يحمل معه تغيير على مستوى التخطيط، إذ استمر بطء هجمات الحسيمة والمغرب الفاسي سد كل المنافذ. الدقيقة 71 ستظهر من خلالها النوايا الهجومية للمغرب الفاسي بعد التغييرات التي أقدم عليها رشيد الطوسي والتي أعطت أكلها في الدقيقة 84 بهدف الخلاص سجله بطريقة جميلة اللاعب حمزة برزوق لينهي المواجهة بفوز المغرب الفاسي بهدفين مقابل هدف واحد. فوز من شأنه أن يحفز أبناء رشيد الطوسي للاستمرار بخطوة ثابتة نحو اختزال مسافات مهمة في سبورة الترتيب العام، ولم لا العودة للمنافسة على درع البطولة.